ايه الظروف الكل لازم تجاوب عليها. زوم 73. مرحبا بكم في نجمة فاهم، اهلا وسهلا من جديد وشكرا لاختياركم زوم 73. توقيت 9:08 دقائق نهار الجمعة 24 جانفي 2020. مشوارنا متواصل معكم ان شاء الله حتى يشل نص نهار. بعد شوية نحكي على بلدية بومرديس من ولاية المهدية، شنية مشاكل البلدية، انتم المجتمع المدني والمواطنين العاديين راضين اليوم على العمل البلدي في جهة بومرديس وإلا لا المشاريع المعطلة، شنية العراقيل والصعوبات اللي تنجم تلقاها البلدية اليوم؟ هذا الكل نحكيو فيه في زوم بلدية على بلدية بومرديس بعد شوية على نجمة فهم. إذا كعليش نجمو تتفعلوا معنا على 73-278-600. البداية مع ريم كما العادة في توقيت كما هذا، باش نمشيو للإيديتو. إيديتو زوم 73 توت سويت. إيديتو إيديتو زوم 73. على سلامتكم. البارح بدات مفاوضات تشكيل الحكومه، والعصفور النادر الياس الفخفاخ بدا يقابل في الجماعه الواحد ورا خوه، كل واحد داخل لدار الضيافه وشيطانه في مكتوبه، والفخفاخ نورمالمون شواطن الكل فهمهم وقاريهم وحافظهم. الراجل من حكومه ترويكا وهو يتعامل معاهم عجنهم وخبزهم. المهم اليوم سي العصفور النادر قدام شبكه مفتوحه وبلغه الكوره يكور وحده. الراجل ربح دعم توجهات الكل، وحتى اللي مش راضي تو اكيد يرضى كيفو ولا مش بكيفو، خاطر الكرسي الدافي اليوم في الميزان، ونوابنا اكيد باش يتبقوا المثل اللي يقول اخطى راسي واضرب. داير هما ثلاث احتمالات اليوم، اما القبول بحكومة الياس الفخفاخ، او فما شكون يدعو زاد اللي بقى يوسف الشاهد، والا الاحتمال الثالث انه اعاده الانتخابات. ونعرفوا الانتخابات قداش نجم تتكلف على تونس، الانتخابات فيها حملات انتخابيه جديده، شنو اللي صار في الانتخابات اللي تعدات؟ اسكو باش نعاودوا نعيشوا ولا داير نحنا؟ يمكن التجاوزات اللي صارت في الانتخابات اللي تعدات مازلنا ما تحاسبناش عليه، مازلنا ما شفناش شنو فيه. هي هيئه ساعه الهيئه العليا المستقله للانتخابات فيها زاد المشاكل. هما زوز احتمالات، بمعنى يا تتعدى الحكومه والا يقعد يوسف الشاهد، بمعنى حتى الانتخابات الجديده هي كهو ما هي باش تتعدى. هي باش تتعدى توا اللي كان معناتها مواطن عادي وعمل حمله وصرف ويعلم به ربي وكذا، على اساس صرف من جيبه تيصرف، فما اللي صرف من جيبه، فما اللي باع حتى لقشة نتاع ارض باش عمل حمله انتخابيه، وبعد تلقاه عضو في مجلس النواب يكون انطلاقه لحياه سياسيه زاهره وباهره. ما نصوروش وقت باش يجي ينزل هاك الوحده باش يحط مصلحه البلاد معناتها لا ارى ذلك. لكن في حكايه التشكيل فما زيد اللي ترشح سي حافظ وهو متهم في قضايا، دونك الحصانه زيد صعيب شويه نجم نستغنى عليها. معناتها بخلاف البرنامج وموسعه ولا مضايقه هالحكومه ما تتعدى باش تتعدى معناتها. ان شاء الله ربي يكون في عون الفخفاخ. اما ملاحظه ريم صحيحه برشا، اللي الفخفاخ عنده خبره، معناتها عنده خبره، خبر الناس هذا، خادم معاهم السياسه، خدم معاهم في الحكومه، يعرف دواليب الدوله الى غير ذلك. شخصيا اتمنى لتونس النجاح، بون كي ينجح الفخفاخ تنجح تونس كلها. نحكي زاد اليوم على حكومه ما تتجاوزش 25 وزير، اش قولكم في الحديث هذا؟ الحكومه المصغره لياس الفخفاخ. المشكله والله المشكله مش في عدد الوزارات، المشكله في الدوسيات المفتوحه، معناتها عندك دوسيات مفتوحه توا لازم تتعمل، يا خويا شكل الوزارات في ذلك التوجه، امشي في التوجه هذاك، تحب تلمهم الكل في وزاره واحده، تحب تعملش 60 وزاره، راهي مش حكايه، الشعب ماهوش باش يحير فيها الشاري نتاع معناتها نتاع الوزراء والكتاب الدوله، راهو شعب معناتها الاف المليارات قاعده تمشي كل يوم، مش 100 مليار نتاع الشاري. لكن الشعب يستنى يضحي معاك، اما حلوا مشاكله، حلوا مشاكل، ثم مشاكل تو ما عادش تستنى. تعرف انا اللي خوفني في الحكومه الجديده انه تولي فما معارضه في وسط الحكومه، على خاطر الحقائب الوزاريه هي الحكومه باش تلم برشا توجهات فكريه وايديولوجيه، دونك الحقائب هذه كل واحد باش يحاول ياخذ، وشفنا احنا الاشتراطات اللي صارت في حكومه الجملي ولا حتى من قبل، معناتها ديما فما بعض الاحزاب تشترط وجودها في الحكومه باخذها لحقائب وزاريه معينه، انا نخاف انه ارضاء للاحزاب هذه كل واحد ياخذ الحصه نتاعو من الوزارة اللي حشوا بها، وبما انه فما اختلاف ايديولوجي في الحكومه هذيا مفروغ منه، نجم يكون فما معناتها شويه معارضه تضارب نجم تكون حكومه الياس الفخفاخ، نجم حكومه متسيسه على غير ما يكون ثم تمثيليات للاحزاب في وسطها.
يكفي انه الاحزاب أي. لا ينجم ساعه ساعه يقول لك يا اخوي انا وتتفق مع انت الاحزاب الكل على شخصيه حتى ما تكونش متحاسبه كل شيء، لكن الحزام السياسي اللي باش يتعطاه في مجلس النواب هذاك هو اللي به الفائده، الخدمه غادي نتصور ذا اللي تعبوا من حكايه هالمحاصه معناتها نتصور ان شاء الله مجلس النواب مفتوح والله في الحوارات اللي شفتها مثلا طيار يقول لك انا ما عادش فارض مثلا حقائب، النهضه كانت تقول حكومه موسعه قالت توا الكراسي في الميزان توا سي حافظ راهو حتى حزب ما يساعد وتتعاود الانتخابات التشريعيه ولا اي معناتها ينجموا يتنازلوا على المحاصه مع شويه تكتل ظهري كنت تعاود يلقى روحه هو اللي داخل بالمصلحه لهنا. شكرا لك ريم هديه اديتو زوم 73 ميرسي بوكو ليك انت زاده سي حافظ باش نمشي ونسمعوا الو نجمه تشكيه المواطنين ارائهم واللي يحبوا يوصلوا كل يوم تلقاوه في الو نجمه على نجمه فهم.